جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واستمرار تطوير أطر التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات كما تطرق الاتصال لجمله من الموضوعات والتطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه